بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم متابعينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أحييكم في هذا المساء الجميل وهذا المساء المغاير الذي خصص لفئة الإذاعة، هذا المساء المخصص لهجن أصحاب السمو والشيوخ يحفظهم الله ويرعاهم من كل سوء ومكروه، والمسافة المقررة ألا وهي 6 كيلومترات من دانة الدنيا دبي ومهرجان سمو سيدي ولي عهد دبي حمدان المكارم والأفعال والأخلاق، يحفظه الله ويرعاه أبو راشد أينما كان. انطلق وعلى الله توكلنا واندفاع لأول أشواط القعدان لنبدأ مع المعركة الأولى. قبل قليل قضي الشوط الرئيسي الخاص للإبكار، وكان الحمر حاضرا كعادته مع أول أشواط المساء بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري الذي قاد الرئاسة للانتصار الاول. ابدا مع المقدمة من يسيطر مع المركز الاول، مع شاهين مع هجن الرئاسة المسيطر مع المركز الاول. من يقود شاهين في عملية التضمير؟ الله يا الراهي، الله يا الراهي، مرحبا بك يا ابو مظفر، مرحبا يا سعيد يا بن مظفر يا العامري. اول لقاء بيني وبينه في عام 2024، وشاهين يحمل الرقم 24 والراهيب مظفر. من صبحهم هذا اليوم بالتواقيت الزمنية الافضل مع شعار هجن الرئاسة، اتمنى له التوفيق ولكافة اخواني المضمرين المركز الثاني. القادم سلهود مع المركز الثاني، يقدم لنا سلهود بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، والمضمر طارش بن مبارك بالقبع في عملية التضمير. المركز الثالث القادم شاهين، وهجن الرئاسة قادمة بشواهين وقادمة بسعيدها. المنطلق بمظفر الراهي الراهي، سعيد بن مظفر بن محمد العامري. المركز الرابع القادم مع شاهين، والوصول مع شاهين آخر لهجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، امهر المضمرين واخطرهم، يتقدم بسعيد النقل الى المركز الخامس. القادم حياض لحجن الشحانية، ومرحبا بالعنابي، ومرحبا بشعاره، ومرحبا بجماهيره. من يقود حياض في عملية التضمير؟ الله يا ابو محمد، يا جار الله، يا بن عقيل، يا البرنس، يا المري. يقدم لنا حياض بتاريخه بإنجازات هذا البرنس التي لا تخفى عن الجميع في كل مكان. بو محمد يتواجد بالمحافل الكبرى منذ قديم الزمان. المركز السادس، من القادم في هذه اللحظات؟ الوصول، والوصول من هجن الرئاسة القادم في هذه اللحظات مع هملول لهجن الرئاسة، يتقدم مع هملول العملاق
الشقيق بو هند. مرحبا يا سلطان، مرحبا في كل مساء ولقاء الأول بالعملاق بعد تلك الأمسية التي لا تنسى من هذا المكان، العودة لهذا المكان. مرحبا يا بو هند، مرحبا يا عملاق في كل لحظة، العودة إلى مقدمة الشوط. يهو من صراع، يهي من أسماء، يهي من شعارات، ياهم من مضمرين عمالقة كبار كما تواجدوا بالأشواط الرئيسية، كما ظهر بن برقان وتاريخ، وظهر بن فاران، وظهرت الأسماء الكبيرة القادمة من الشحانية والبرنس بن عقيل ظاهر للملا، وكما ظهروا الأبطال مع الشعار الحمر. هنا المقدمة، وهنا الصراع، وهنا النزاع. شاهين 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 يتقدم مع شاهين، المضمر الراهي بإنجازاته بتاريخه، يتقدم في ظهوره الأول مع هجن أصحاب السمو والشيوخ. يتقدم سعيد بن مظفر العامري المركز الثاني، هياض هياض قادم لهجن الشحانية، يقدم لنا هياض. جار الله بن محمد بن عقيل البرنس المري يتحرك مع هياض، وهاضة المشاعر مع العنابي، مع العنابي، مع هذا الشعار الذي يبدع في كل مكان. المركز الثالث هملول، هملول، وحذاري من هملول، حذاري من الحمر، حذاري من الخطر. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، يا أبو هند، يا سلطان، يا بن محمد، يا الوهيبي، يا العملاق. تحرك العملاق وطار، ولكن جار الله بن عقيل، جار الله بن عقيل بذكرياته بأيام الجساسية وأيام كبيرة لهذا البرنس البطل. جار الله بن محمد بن عقيل المري مع هياض وهجن الشحانية، وهجن الشحانية، وطار للانتصار. إن لم يكن للرئاسة رأي آخر، المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري قادم مع المركز الثاني، ولكن الشحانية، الشحانية والبرنس جار الله بن عقيل. مية على مية، مية على مية، عنا بهذا الشوط، عنا بي مع هياض، مع هياض، مع هياض، الاسم الكبير والاسم القدير. شحاني شحاني شحاني، البرنس في كل لحظة، البرنس في كل ميدان، البرنس في كل شوط، البرنس المري. جار الله بن عقيل يهدي الشحانية وجماهيرها وعشاقها. فوز هياض مع المركز الأول. المركز الثاني شاهين لهجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ثالثا الرئاسة، رابعا الرئاسة، خامسا الرئاسة مع المضمر. المركز الثالث سعيد بن مظفر، ورابعا وخامسا مع سلطان بن محمد الوهيبي. هكذا متابعينا في كل مكان، التوقيت الزمني 9:02:06. هياض ملك هجن الشحانية، خاطف الفوز في المركز الأول والشوط الرئيسي الأول مع البرنس بو محمد جار الله بن عقيل المري. مشكور بو محمد باسمي جمهور الشحانية ومحبي هذا الشعار. 9:03:07. شاحيل لهجن الرئاسة والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث شاهين ايضا لهجن الرئاسة ب9:09:03. مشكور يا الراهي سعيد بن مظفر العامري. في هذه اللحظات